كابتن عماد، انت وافقت موسيماني على التشكيل، لكن بالتاكيد هناك مفاجآت في طريقه اللعب. ايضا ترد لي على سؤال محمد شريف، هل هو بالفعل اصبح خليفه عماد متعب؟ خلينا نبدا الاول بموسيماني. انت عايز افهم. نبدا الاول بموسيماني. موسيماني يمكن المفاجآت اللي عملها واللي بيعملها في فتره اخيره هي الاختراق من العمق بالنسبه لحسين الشحات وبالنسبه لمحمد شريف والكهرباء. وانا اللي عاجبني في موسيماني انه حافظ على حسين الشحات، وحسين الشحات ساعده انه بدا يرجع. يعني حسين كان مبسوط من حسين دلوقتي يا كابتن؟ انا مبسوط منه دلوقتي. تمام. ومحتاج يكمل بالشكل. حسين لعيب كويس جدا، لعيب عنده امكانيات عاليه فتره من الفترات، وده طبيعي بتحصل لاي لاعب. بس الميزه ان مدير فني حافظ عليه. في مديرين فنيين بيبعد اللعيب، لكن هو حافظ عليه وسوى في الملعب لحد ما حسين رجع لمستواه. قفشه هو قفشه. طبعا اللعيب المهاري، اللعيب المهاري ولعيب الكوره يعني بيعرف يلعب كره قدم تماما يعني. فدي هتبقى مفاجآت موسيماني والطريقه اللي بيشتغل عليها. بالنسبه لمحمد شريف، انا شرفني ان محمد شريف يكون ده هو يشرفه يكون خليفتي. لا هو لعيب، اقول الحقيقه هو يشرفه. هو لعيب يا كابتن محترم جدا، لعيب ملتزم جدا، لعيب عنده امكانيات عاليه، هداف، بيعرف يشتغل على المرمى بشكل جيد جدا. انا نصيحتي لمحمد شريف حاجتين. واحد، لازم كل يوم يزود الكرات العرضيه، يشتغل بدماغه، ده رقم واحد. تمام. لان محمد شريف على المرمى نموذجي في الانفرادات والفينشنج، بالتسديد ما شاء الله. بالظبط. نعم. بالظبط. اشتغل بره 18 والشغل برجليه شغال نموذجي. انا محتاج ازود ان انا العب بدماغي. حاجه تانية، التحركات القصيره. أيوة. الصغيره داخل ال 18 دي اللي بتميز المهاجم عن اي حد تاني. يعني محمد شريف انفرادات من افضل لعيبه في مصر في الانفرادات والفينشنج بتاع النسب الضياع بسم الله ما شاء الله قليله. التسديد بيسدد، انا عايزه بس الحاجات اللي هو بيخطف متر عن المدافع دي هتفرق معاه بشكل كبير جدا. نعم. والكرات العرضيه محمد شريف لو عمل دول هيبقى في حته تانية خالص في مهاجمين مصر.